السلام عليكم خوتي اخواتاتي في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو هذا غنبارطاجي معكم الفواياج نتاعي. انا دابا في مدينة تمارة، غنبارطاجي معكم مناظر ليا زوينة بزاف، خليكم تكتشفوا معايا هاد المناظر. هاد الخطرة كانت الانطلاقة من مدينة جرسيف في اتجاه الى مدينة الصخيرات تمارة. احنا ناشطين فرحانين غاديين في الطريق، بالضبط في الدخلة نتاع تازة كتضرب واحد الشتا اللي كانت مجهدة بزاف، حتى من الطريق ما بقاتش كتبان لينا. حتى لهنا ما كاينش مشكل، وحنا غاديين في الطريق ما علينا ما بينا حتى طرطقات لينا الرويضة نتاع الطوموبيل في وسط الطريق وفي الخلا. حتى لهنا ندوزوها بشغمة نتاع الماء كاينة الرويضة سكور، وهنا غتكون الكارثة الكبرى. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor, forever free. المهم اخوتي غنعاود لكم على واحد البلان وقع لينا البارح. البارح جايين في لوتورود والشتا كتضرب مجهده شويه، بقينا ماشيين مع الطريق حتى كتفرقع لنا الرويضه في الطريق. فاش تفرقعت الرويضه ستر الله جات في الرويضه اللورانيه، ما تاثرتش على الطوموبيل. صافي وقفنا في الجنب نتاع الطريق. فاش وقفنا في الجنب نتاع الطريق مشينا نجبدو الرويضة سكور. رويضة سكور فاش جبدناها لقيناها مفشوشة ما منفوخاش. صافي بقينا هكاك، لقينا تما واحد الناس قلنا لهم واش عندكم باش ديبانيونا، ما جابش الله قالوا لكم ما عندناش. عندهم تما واحد الرويضة ولكن ما جاتش على الرويضة نتاع الطوموبيل نتاعنا. المهم بقينا تما شوية، جات واحد الطوموبيل نتاع الإغاثة بريفي ماشي نتاع لوثورو. صافي جا وقال لك، قالوا لنا واش شنو الطاري لكم، عاودنا لهم البروبليم. صافي قال لك غادي نديبانيوكم، مشيو نفخو لكم الرويضه، مشيو نفخو لكم الرويضه ودوروا معانا. صافي عطيناهم الرويضه مشاو نفخوها وجاو الله يكثر خيرهم. صافي وقادين الامور وصلنا بخير وعلى خير. المهم اخوتي الميساج اللي بغيت نوصل لكم من هذا المشكل هذا اللي طرا لنا هو ان ضروري بنادم فاش يبغي يمشي لشي بلاصه بعيده، سواء بعيده او قريبه، ضروري ما خاصو يراقب كاع لي ماتيريال نتاع الطوموبيل، راه تقدر تخليك في اي لحظه في شي خلا. Sometimes you need to go take a step back. The truth around you, from a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free.
احسن بلان بالنسبه اللي عنده المشاكل هو انه يجي حدا البحر ويتكونسونطرا معاه يشوف الامواج يخوي راسو من المشاكل تاع الدنيا. مازال اخوتي غتشوفوا معايا بزاف نتاع الحوايج. بالنسبه اللي مازال ما مابونيش فلاشين يتابونا باش يوصلوا كاع لي فيديو اللي كننشر. خوتي دابا حنا رحنا في غابه الهرهوره بمدينه الرباط، مناظر زوينه بزاف هنا في هذه الغابه هذه. شوفوا اخوتي غابه اخوتي اللي سيكي زعما يعني فيها الامن، فيها كلش، يعني ما تخاف حتى من شي حاجه. غابه عائليه، جيب صحابك جيب عائلتك هنا، ما تخاف ما تدهش، داكشي يعني محمي، ما عندك مناش تخاف. شوف اخوتي مناظر زوينه بزاف. هاد الغابه هادي فيها بلايص بزاف، فيها بلايص نتاع السبور، كره، فين تلعب كره، فين تجري، فين كيجلسوا الناس عائلات، فين كيلعبوا الدراري الصغار. المهم متوفرين فيها كاع الشروط. هاد البلاصه هادي يعني منتزه عالمي زوين بزاف. المهم اخوتي احنا دابا خرجنا من الغابه، غنمشيو للدار حتى غدا نوريكم شي حاجه جديده. السلام عليكم خوتي، احنا دابا باحه الاستراحه بفاس، غنمشيو لواحد المنطقه اللي زوينه بزاف في الجهه الشرقيه. احنا دابا شادين الطريق، نرتاحوا شويه ومن بعد نكمل الطريق نتاعنا. خليكم معنا تشوفوا بزاف نتاع الحوايج. السلام عليكم خوتي، احنا دابا وصلنا للبلاصه اللي وعدتكم بها، هي جايه في الجهه الشرقيه. احنا دابا في وادي النيلو. هانتوما خوتي شوف الطبيعه، المهم غادي ندبر على البلاصه فين غادي نجلسوا. راني اختاريت لهم هاد البلاصه هادي. شوفوا شوفوا اخوتي فين رحنا، بلاصه زوينه بزاف. ها انتم لا نجلسوا هنايا في هذه، غنجلسوا في هذه البلاصه هذه.
هنا كيتسالى الفلوغ، نتمنى انه يكون عجبكم ونكونوا خفاف على قلوبكم. Peace and love.